السلام عليكم، ازيكم يا سنة أولى؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح البرازيتيك انفكشن اوف ذا لونج. علشان الفيديوهات ما تكونش طويلة فاحنا قسمناها لكذا فيديو، ان شاء الله تكون قصيرة ومتزوقش منها ويا رب تفيدكم. فهنبدأ على طول. برازيتيك انفكشن اوف ذا لونج، طيب هم قسموا لنا مجموعة البرازايتس اللي بتأفكت اللونج المجموعتين. مجموعة من البرازايت بتأفكت اللونج تيشو كلها، يعني لو بصينا على اللونج هنلاقيها كلها أفكتت، فسميناها ديفيوز لونج ليجن، ودي مش هنتكلم عنها في الفيديو ده. طيب تاني مجموعة واللي هنتكلم عنها دي مجموعة من البرازايت مش بتأفكت التيشو كله، يعني لو بصينا على اللونج هنلاقي فيه أجزاء أفكتت وأجزاء نورمال، فسموها فوكال لونج ليجن. طيب الفوكال لونج ليجن عندنا هما ثلاثة، ان شاء الله يكونوا اسهل من بعض. يعني اول واحد الهايداتد سيست، تاني واحد البارجنومييزيس، وتالت واحد والاخير هو الاميبييزيس. طيب مبدئيا كده قبل ما نبدا في الفوكال لانج ليجن، احنا عايزين نعرف ايه في كل بارازايت، عايزين نعرف الانفكشن دي وصلت ازاي لللانج. طيب بعد ما وصلت للنج بتعمل ايه؟ بتعمل باثولوجي. الباثولوجي ده هيترجم على البيشنت في صوره مانيفيستاشن وكلينيكال بيكتشر هتظهر عليه، من خلالها احنا هنشخص. طيب تالت حاجه هنعرفها لو عملنا اكس راي للنج دي هنشوف فيها ايه، هي بقت فيها باثولوجي وافكتد فاكيد هنشوف فيها حاجات، فيها الحاجات اللي هنشوفها دي لو عملنا اكس راي. تالت حاجه والاخيره ازاي نعمل دايجنوز. هو مفيش رغي كتير في المديول ده، لكن احنا علشان نحاول نفهم طبعا لازم هناخد اللايف سايكل، هي مش موجوده في الداتا اللي انتم مطالبين بيه، يعني هو الكلام اللي موجود في الداتا. السلايد الثانيه طبعا للتوضيح. طيب بس مبدئيا كده احنا بنتكلم في مجموعه امراض موجوده في اللنج، يعني البيشنت بتاعنا ممكن يجي يشتكي لنا من ايه؟ مثلا عنده ديزيز او عنده مشكله في اللنج، ممكن يجي يشتكي من ايه؟ ممكن يجي يشتكي من كف. طيب تاني حاجة ممكن يجي يشتكي من بين، ممكن يجي يشتكي من هيمبسيس، يعني عنده دم في الكف بتاعه. فدول أشهر تلات حاجات هيجي يشتكي منهم في أغلب الديزيزز بتاعة اللونج دي. عشان بس نثبتها لما نيجي نقول البرزنتيشن مش محتاجين نعيد فيها كل شوية، يبقى كف بين هيمبسيس، وممكن تبقى في حاجة مميزة لكل واحدة. طيب نبدأ على طول بقى في الهايدات السيست. مبدئيا كده يعني ايه سيست؟ سيست يعني كيس وفي فلويد. طيب الفلويد ده او السيست ده نشوف شكله الاول. احنا في الهايدات السيست دي لو فتحنا اللونج هنلاقيها كلها مليانة الاكياس اللي فيها الفلويد دي. طيب الاكياس اللي فيها فلويد دي وصلت لللونج ازاي؟ فقال لنا اللي بيعملها لارفا بتاع الدودة اسمها إكينوكوكس جرانيلوزس. إكينوكوكس جرانيلوزس دي دودة من السيستود، فبتوصل لنا من الكلاب، تمام كده. فعشان نفهم القصة دي كلها لازم نروح طبعا على اللايف سايكل. طيب الإكينوكوكس جرانيلوزس موجودة في الكلاب، فعشان كده هم مسمينها دوك تاب وورم، لان هي بتعيش في السمول انتستين بتاعة الكلاب. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا عندنا الدوج ده افكتد، مصاب عنده إكينوكوكس جرانيلوزس في السمول انتستين بتاعته، اهي عايشه في السمول انتستين بتاعته. عايشه بتعمل ايه؟ بتاخد النيوتريشن وبتنزل ايج. الايج بتاعتنا دي هتنزل فين؟ هتنزل في الفيسس. طيب هتوصل لمكان فيه فيجيتابل، مين اللي بياكل الفيجيتابلز دي؟ يا اما شيب يا اما الهيومن، ياخدوا الفيجيتابل دي او الايج دي كونتامينيتد مع الفيجيتابل، تمام كده. طيب هياخد بقى خضار مش مغسول او اي حاجه، وفي الايج دي اول ما ياخدها هتوصل عنده السمول انتستين بتاعته وتهاتش، يعني هتخرج اللارفا اللي فيها. اللارفا بتاعه الإكينوكوكس جرانيلوزس بتموت في التيشو، هتسيب السمول انتستين سواء بتاعه الشيب او الهيومن، تعمل لها بنتريشن وتخرج تروح على التيشو. هتروح فين؟ في الشيب، هتروح على الليفر. تروح تعمل ايه في الليفر؟ تعمل فيها هايدات السيست، يبقى فيها السيستات اللي احنا شفناها دي ومحوطه نفسها بكذا لير، تمام كده. طيب في الهيومن، في الهيومن ممكن تروح لللنج، وده موضوعنا النهارده، ممكن تروح برضو للليفر، تمام كده. طيب بعد كده عايزين نكمل السايكل. السايكل هتكمل ازاي علشان توصل للدوج تاني والسيست اللي موجوده في الليفر دي ترابشر وتخرج لنا إكينوكوكس تعمل ادلت وورم؟ ممكن توصل ازاي؟ ممكن الدوج ده ياكل الليفر بتاع افكتد شيب، صح كده. ف
فكده السايكل كملت. طيب الهيومن، هو ممكن الدوج ياكل الليفر بتاعه الهيومن او اللونج؟ اكيد لا. فعشان كده سمينا الهيومن بلايند اند. بلايند اند يعني وانس ان اللارفا دي دخلت في التشو بتاعته وعملت السيست اللي احنا شفناها، خلاص كده هي السايكل بتاعتها مش هتكمل تاني، مش هتعمل ادلت وور. تمام كده. طيب دي كده السايكل. طيب فاحنا عايزين نعرف بقى المود اوف انفكشن، ازاي الانفكشن وصلت للهيومن. احنا قلنا جات له الانفكشن ازاي، جات له الانفكشن اللي هو اكل كونتامينيتد فود في الاج دي. تمام كده. يبقى المود اوف انفكشن انجيشن لل كونتامينيتد فيجيتابل بالاج. تمام كده. طيب بعد كده عرفنا الانفكشن وصلت له ازاي، وصلت له من الكلاب. طيب تاني حاجة ايه الاعراض بقى اللي هتظهر عليه؟ احنا ثبتناهم 3 حاجات مهمين جدا، قلنا انه يبقى عنده طبعا بين، يبقى عنده هيمبتسيس، يبقى عنده كف. طيب تيجوا نفهمها ازاي. احنا عندنا اول حاجة وصلنا انه في اللونج عندنا بقت مليانة سيستو فيها فلويد، اللونج كلها مليانة السيستو فيها فلويد دي، فهتعمل ايه؟ ممكن كورة مليانة فلويد وموجودة في مكان ضيق جدا، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل يا اما تضغط على اللي حواليها، يا اما ترابشر وتخرج الفلويد اللي فيها. طب لو ضغطت على اللي حواليها، اللي حواليها الالفيولاي البرونكيولز، فعشان كده هيبقى فيه بين، وهيبقى فيه الكف، وهيبقى فيه الهيماتيسيس. تمام كده. طيب لو ربشرت، لو ربشرت هتخرج الفلويد، الفلويد ده يعمل انافلاكتيك شوك ويعمل هايبر سنسيتيفتي اللي هو هيعمل لنا حساسيه. تمام كده. يبقى دي البرزنتيشن اللي هتظهر عليه، يا اما يعمل هايبر سنسيتيفتي، يا اما الـ3 حاجات الثابتين اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب تالت حاجه قلنا عايزين نعرفها ايه؟ لو عملنا اكس راي لللونج دي هنشوف فيها ايه؟ لو عملنا اكس راي لللونج هنشوف فيها ايه؟ اول حاجه هنشوف فيها السيستات، هنشوف مالتيبل ويل ديفايند هيموجينوس ليجن. ليجن اللي هي السيستات، وهيموجينوس علشان هم كلهم شكل بعض وبيبقوا كتير. طيب بعد كده حاجتين في الثوركس، اول حاجه نيومو ثوركس يعني في هواء دخل الثوركس، تاني حاجه هايدرو نيومو ثوركس في هواء وفي ميه. ده طبعا احنا قلنا انه السيستات دي موجوده في اللنج وضغط على البرونكيولز والالفيولاي، فعامله كولابس لللنج اصلا، فخلاص اللنج كلها بقت افكتد وفي هواء في الشيست. طيب اخر حاجه هنشوفها ان احنا نلاقي بلورال افيوجن، نلاقي البلورا نفسها اللي حوالين اللنج بقى فيها فلويد. طب الفلويد ده هيجي لنا منين؟ دي انفكشن وفي انفلاميشن وفي اكسيوديت، فعلشان كده بنلاقي البلورال افيوجن. يبقى الاكس راي هنلاقي السيستات دي، ونلاقي حاجتين في الثوركس، يا اما نلاقي هوا في الثوركس نيومو ثوركس، يا اما نلاقي هوا وميه اللي هو هايدرو نيومو ثوركس، وبعد كده البلورال افيوجن اللي هي الفلويد في البلوره حوالين اللنج. طيب اخر حاجه بقى عندنا بنعرفها هي اللابوراتوري دايجنوستس، ازاي نعمل دايجنوستس. الدايجنوستس احنا عاده بنعمله ازاي؟ من الهيستوري. والله البيشنت ده هيجي يشتكي من الكف والهيمبسس والبين والنيوموثوركس. طيب عشان ناكد الحاجات دي، اسهل واكتر حاجه متوفره ان احنا بنعمل سي بي سي، بنعمل صوره دم، فنلاقي فيها ايه؟ نلاقي فيها ايزينوفيليا عاليه. طيب بعد كده ممكن نعمل ايه؟ احنا قلنا ان في سيستات موجوده في اللنج مليانه فلويد، احنا ممكن نعمل اسبيريشن يعني ندخل نسحب الفلويد دي ونفحصها تحت الميكروسكوب، يبقى اسبيريشن وميكروسكوبيك اكزامينشن. تالت حاجه والاخيره ان احنا نعمل سيريولوجيكال تيست. سيريولوجيكال تيست يعني ندور على الانتي بودي ضد البارازايت ده في البلاد بتاع البيشنت. تمام كده. يبقى بنشخص من الايزينوفيليا العاليه، من الاسبيريشن ونعمل مايكروسكوبيك اكزامينشن، ومن السيريولوجيكال تيست، وطبعا الهيستوري. طيب كده الهايدات تيست خلاص. يا رب تكونوا فهمتوها. اللي عايزين نعرفه ان احنا ان هي دوده برعايه الكلاب، يعني بتجيلنا من الكلاب. طيب بتعمل لنا ايه البرزنتيشن؟ الـ3 حاجات الثابته اصلا اللي هنكررهم في البارازايت الثانيه كمان، اللي هو البين والهيمبسس والكف. الدايجنوزس سهل ما فيهوش اي حاجه. يا رب تكون اللايف سايكل بس واضحه.
طيب تاني بارازايت عندنا اللي هو الباراجونيمس ويسترماني. الباراجونيمس ويسترماني دي تريماتودة بتاعة اللنج. يعني ايه؟ يعني احنا هنلاقي في اللنج ادلت وورم موجودة عايشة في اللنج. طب بتعيش ازاي؟ بتحوط نفسها بسيست، يعني بتحوط نفسها بغلاف كده، وبتعيش في صورة بير بيرس زي ما هو واضح كده، يعني كذا واحدة مع بعض، تمام؟ ما بتعيش لوحدها. يعني اللنج بتاعتنا في الهايدات سيست كلها بنلاقي كيس وفيه فلويد، تمام كده. طيب هنا لا، بنلاقي الادلت ورم نفسها موجودة. طيب الادلت ورم دي موجودة بتعمل ايه؟ موجودة برضو بتنزل الايج. علشان نفهم بس هنروح اللايف سايكل. هو مبدئيا هنا كده بيقول ان هي موجودة في اسيا وجنوب امريكا ووسط افريقيا. طب خلاص تمام شكرا. وقال ان هي بتبقى موجودة في صورة بيرز. هنشوف المهم بقى بتاعتنا اللي هو اللايف سايكل. احنا عندنا الهيومن ده عنده باراجونيمس في اللنج بتاعته، عايشه في اللنج بتاعته. طب البارازايت ده عايش في اللنج بيعمل ايه؟ بيخرج الاج بتاعته. الاج هتخرج من اللنج ازاي؟ هتخرج يا اما هتخرج في السبيوتم. طيب السبيوتم ده ممكن يخرج بره خالص، يخرج في الشارع، او انه البيشنت ده يبلع السبيوتم ده تاني فتنزل عنده في السمول انتستين. طيب وصلنا كده انه الايج بتاعتنا خرجت من البيشنت ده في السبيوتم، يا اما خرجت في الشارع خالص، يا اما نزلت بلعها تاني ونزلت السمول انتستين فهتنزل في الستول. في الحالتين الايج دي هتوصل ل ميه. هتوصل ازاي؟ عن طريق باد هابت. اول ما توصل للميه الايج بتهاتش وبتخرج لنا حاجه اسمها المراسيديوم اللي هو ده المراسيديوم. طيب بعد كده المراسيديوم ده هيفضل عايش في الميه كده؟ لا، بيدور على هوست يدخل فيه، مكان يدخل فيه. فالهوست اللي هيدخل فيه ده اللي هو السنيل اللي هو المحار. اول ما المراسيديوم يدخل فيه بيحصل له بروفريشن ويحصل له تحول في شكله، يخرج لنا من السنيل حاجه اسمها المايكرو سيركس سيركاريا. طيب اللي هي دي المايكرو سيركس سيركاريا. طيب بعد كده المايكرو سيركس سيركاريا هتفضل عايشه كده لوحدها؟ لا، لازم برضو هوست تكمل فيه حياتها. فمين الهوست اللي هتدخل فيه؟ اللي هو الاسماك العاديه اللي احنا بندخلها هتدخل فيها المايكرو سيركس سيركاريا دي. اول ما تدخل فيها تحوط نفسها بسيست، يعني تبقى زي كده تحوط نفسها بسيست، فبنسميها انسيستد ميتا سيركاريا، وتبقى موجوده في التشو بتاع الفش. احنا طبعا ناكل الفش دي اندر كوكت، يعني مش مطبوخه كويس، او لو ناكلها متملحه فهتكون مش متملحه كويس. فالانسيستد ميتا سيركاريا دي هتخرج من ال هت اكزيست وتخرج وتعمل لنا بنتريشن للسمول انتستين بتاعتنا، توصل لللنج، وفي اللنج هيحصل لها ماتوريشن وتتحول لأدلت وورم. تمام كده، يا رب تكون السايكل تمام. طيب فاحنا عايزين نعرف المود اوف انفكشن، ازاي الانسان ده اتعدى؟ هو اتعدى ازاي؟ اخد ايه؟ الانسان عندنا اكل الهوست ده اللي هو عندنا سكند انترميديت هوست. احنا عندنا المراسيديوم دخل في السنيل فسميناه فيرست انترميديت هوست. بعد كده خرجت المايكرو سيركس سيركاريا من السنيل دخلت في الفش، فعشان كده سميناها سكند انترميديت هوست. طيب يبقى المود اوف انفكشن عندنا هو ايه؟ الانسيستد ميتا سيركاريا اللي موجوده في السكند انترميديت هوست، تمام كده. طيب نيجي نشوف البرزنتيشن. احنا وصلنا لايه؟ وصلنا خلاص لان احنا بقى عندنا الادلت ورم دي عايشه في اللنج وعايشه في صوره سيستات. ايه اللي هيحصل؟ السيستات دي موجوده في اللنج ازاي؟ اهو دي السيستات اللي موجوده في اللنج. طيب السيستات دي عايشه كده؟ لا، دي حواليها جرانيلوما وحواليها انفلاميشن، فعامله فايبروزز وضغطه برضو على الحاجات اللي حواليها. فهتعمل لنا برضو الثلاث حاجات المشهورين، الثلاث حاجات المشهورين اللي احنا قلنا عليهم، الشيست بين والهيمبسيس والكرونيك كف. مميز هنا عندنا في الباراجونيمس ان هو كرونيك كف على فترات طويله، والزياده انه احنا عندنا فيفر، تمام كده. دي الحاجات اللي هيجي يشتكي منها. طيب لو احنا عملنا اكس راي لللنج هنشوف فيها ايه؟ لو عملنا اكس راي لللنج هنشوف فيها اول حاجه السيستات،
فهنلاقي cystic changes، هنلاقي السيستات دي. طيب تاني حاجة احنا قلنا انه ده ديزيز من اللي بيعمل focal lung lesion، فهنلاقي باتشي اير سبيس كونسوليديشن اللي هو زي بطشات كده، اللي هي الاجزاء المصابه، نلاقي اللنج كلها فيها اجزاء سليمه وفيها زي بطشات كده مصابه. طيب تالت حاجه ممكن نلاقيها، نلاقي البلورال افيوجن اللي هو الفلويد اللي حوالين البلوره بتاعت اللنج، ده بسبب الانفلاميشن. وبرده نلاقي ايه، نلاقي النيوموثوراكس ممكن يبقى موجود، ده اللي هو الهواء في الشست. طيب نعمل دايجنوستس ازاي؟ برضو احنا بنعمل دايجنوستس من كلينيكال بيكتشر اللي هم الثلاث حاجات الاساسيين عندنا. اسهل واشهر حاجه سي بي سي، نلاقي برضو عندنا ايزينوفيليا عاليه. طيب مميز بقى ان احنا قلنا هو بيكح فبيخرج اج، الاج دي ممكن نلاقيها في السبيوتم او لو بلعها ممكن نلاقيها في الستول. تمام طيب كده كده الباراجوني ما خلصت. دي صورة للدايجنوزس، قلنا يا إما بنشخص من الإزينوفيليا العالية يا إما دايركت دايجنوزس إن أنا ألاقي حاجة خاصة بالبارازايت ده اللي هي الإج، أشوفها في الستول أو السبيوتم. تالت حاجة السيريولوجي، إن إحنا ندور على الأنتي بودي ضد البارازايت ده في البلاد بتاع البيشنت، وبرضه لو عملنا إكس راي لللنج هنلاقي فيها السيستيك تشينج ونلاقي فيها اللي هي البطشات الافكتد دي. تمام كده. طيب اخر بارازايت عندنا وهو الاميبا. طيب معلومه كده عايزين نعرفها عن الاميبا، ان هي من الكائنات وحيده الخليه. انا معرفش انتوا اخدتوها قبل كده ولا ايه، بس الاميبا من الكائنات وحيده الخليه. طيب اللي بيعمل لنا اميبيسس، نوع من الاميبا اسمه انتاميبا هيستولوتيكا، ده بيبقى موجود في صوره ايه؟ انتاميبا هيستولوتيكا ده ليه تلاتة فورم. اول حاجة انه يبقى في شكل حاجة اسمها تروفوزويد، حاجة مطولة كده شوية بنسميها تروفوزويد، او يبقى في شكل سيست، او يبقى ماتيور سيست. دول التلاتة فورم بتوعنا. طيب السيست والماتيور سيست اللي عندنا دول بيبقى فيهم التروفوزويد. طيب نيجي نشوف القصة بتبدأ ازاي. القصة بتبدأ انه احنا عندنا ماتيور سيست، الانسان بياخدها كونتامينيتد في اي فود. طيب اول ما الماتيور سيست دي، الماتيور سيست دي فيها ايه؟ فيها تروفوزويد. طيب اول ما الماتيور سيست دي توصل للسمول انتستن عندنا، التروفوزويد دي هتخرج ويحصل لها بروفريشن وكولونيزيشن، يعني تزيد في العدد وتكتر. طيب التروفوزويد دي هي الاكتف فورم في الاميبا، يعني احنا في جسم الانسان مش هنلاقي لا السيست ولا الماتيور سيست، هنلاقي ايه؟ هنلاقي التروفوزويد. هي اكتف وكمان بتقدر تعمل انفيجن، انفيجن يعني تقدر تسيب سمول انتستن وتروح لاي مكان تاني. طيب ممكن تعمل بنتريشن سمول انتستن وتروح فين؟ ممكن تروح في الليفر، ده كومن جدا، وممكن تروح لللنج اللي هو موضوعنا. طيب فاحنا عندنا جزئين، جزء من التروفوزويد دي موجود في السمول انتستين خلاص هو عايش وهيعمل ديزيز فيها، والجزء التاني بيسيبها ويروح للليفر او يروح لللنج. طيب نشوف اول معلومة بس في التروفوزويد اللي موجودة في السمول انتستين، ممكن هتنزل تروفوزويد في الستول. طب لما تنزل في الستول ايه اللي هيحصل بقى؟ اهي نزلت في الستول، علشان تحمي نفسها من البيئة اللي حواليها ومن الانفايرومنت وكده والرطوبة والحرارة وكده، بتحوط نفسها بسيست، ده كحماية. والسيست ده بعد كده بيحصل له ماتوريشن علشان السايكل تكمل. تمام كده، كده احنا خلصنا السايكل. طيب التروفوزويد دي وهي بتنزل في الستول بتعمل لنا حاجة مميزة جدا، اشهر حاجة في الاميبا حاجة اسمها ديزنتري. ديزنتري يعني بلوت وميوكس في الستول، وكمان بيبقى فلويد يعني دايريا. تمام، دي اشهر حاجه الاميبك ديزنتري علشان واحنا بنقول في التشخيص. طيب نيجي لموضوعنا بقى، انه خلاص شويه من التروفوزويد دول سابوا الانتستين وراحوا للليفر او راحوا لللنج، نيجي نشوف هتعمل ايه في اللنج. طيب اول حاجه المودوف انفكشن، احنا قلنا هنا في السايكل دي جبنا سيره اي هوست تاني؟ لا، احنا قلنا انه كله في الانسان، فهو ممكن يعدي نفسه، هو ممكن التروفوزويد يبقى في الفيسس بعد كده يحوط نفسه في سيست في الانفايرومنت ويتحول لماتيور سيست والهيومن ياخدها تاني، ف
فالسايكل بتلف تاني، مش محتاجين اي هوست تاني. عشان كده فيكو سميناها فيكو اورال ترانسميشن، يعني الانسان بيعدي نفسه. طيب ايه البرزنتيشن او الحاجات اللي البيشنت ده يجي يشتكي منها؟ احنا مثبتينها 3 حاجات، برضو البين، الكف، والهيمبسيس. دول احنا مثبتينهم عموما في البارازيتك انفكشن والظلام. طيب مهم هنا ان هو بيبقى عنده ديسنيا، يعني مش قادر ياخد نفسه. وبرده حاجه مهمه جدا بيقول لك في هباتو برونكيال فيستولا، يعني في فتحه ما بين الليفر واللنج. احنا قلنا انه مجموعه من التروفيزويد دي بتروح للليفر، فهي في الليفر بتعمل ابسس، بتعمل ابسس كتير، والابسس دي بتبقى مليانه بص. البص ده بيبقى لونه براون شويه، فبنسميه تشوكليت بص يعني. طيب جزء من السبريد بتاع الابسس ده بيروح لللنج. طيب بيروح لللنج في صوره ايه؟ احنا قلنا ان هو لونه بني، فعلشان كده بنلاقي هم وصفوها يعني بان هي انشوفي صوص بيريولانت سبيوتم، يعني شبه الانشوفي صوص. انا ما اعرفش هو ايه الانشوفي صوص ده بصراحه، لكن هو عشان لونه بني يعني. تمام كده. يبقى المميز في البرزنتيشن بتاع الاميبا ان احنا هنلاقي الهباتو برونكيال فيستولا فاتحه ما بين اللنج وما بين الليفر، وفيها بس لونه براون. طيب بعد كده لو عملنا اكس راي لللنج هنشوف فيها ايه؟ اول حاجه هنشوف الهباتو برونكيال فيستولا اللي هو قلنا الفتحه ما بين الليفر واللنج. طيب بعد كده هنشوف فيه ايه؟ هنشوف فيه بلورال افيوجن، وبتبقى بتبقى بيزل، يعني بتبقى في الجزء اللي تحت، عشان قلنا اصلا كمان ان الابسس بتتنقل من الليفر. طيب بعد كده الكونسوليديشن دي بتبقى في الجزء اليمين وبس، ده اللي هنشوفه في الاكس راي. طيب بعد كده لو عملنا انفستيجيشن او عايزين نعمل دايجنوز بقى نعمل ازاي؟ فاكرين احنا قلنا التروفوزوت دي موجوده في السمول انتستين، وبتعمل حاجه مميزه جدا اللي هي الاميبيك ديزنتري، فدي اشهر حاجه. لو احنا شاكين ان دي اميبا هنتاكد كمان انه لو في ديزنتري او لا. طيب والتروفوزوت دي برضو بتنزل في الاستول، فهندور عليها في الاستول. طيب ممكن نشوفها فين تاني التروفوزوت دي؟ مش هي موجوده في اللنج برضو؟ فممكن نلاقيها في السبيوتم، ان احنا نعمل اسبيريشن ونشوفها. اخر حاجه اللي هو السيرولوجيكال تيست، ان احنا ندور على الانتي بودي برضو في جسم البيشنت ده. بس كده، يا رب تكونوا الفيديو يعني فاتكم. انا حاولت والله اقصر على قد ما اقدر. بس كده، سلام، بالتوفيق.